جهتها اليمنى من عمري طراوري يتدخل الدفاع وتعود الكرة مالية ديمليا دما طراوري يدخل يهدي هاتي الكرة التسديدة يتدخل الدفاع الدفاع ليفواري مرة أخرى يتدخل انطلق ألير ألير عودة الدفاع عن طريق ديدي ساماسوكو ماذا يطالب المدافع المالي الذي كاد يخطئ من أمام سيباستيان ألير الذي حاول الانقضاض والانطلاق بالكرة نحو الأمام الخطط التكتيكية والجمل الهجومية والتموقع اللاعبين الإيفواريين خاصة سيكون مدروس لأنهم أقل اندفاع نحو الهجوم ولأنهم يلعبون بعشرة لاعبين تغيير الجناح باتجاه ماري طراوري يلعبها مباشرة تعود للكرة ماري يبحث عن حل يجده في آخر مدافع سيكو نياكاتي